النتيجة الآن 1-1، وجميع التعادلات اللي ظهرت بالبطولة 1-1، يعني ما في نتيجة سلبية 0-0 أو نتيجة 2-2، كل التعادلات في البطولة 1-1. هنا خطأ ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب السعودي، حتى أنها باتت هذه النتيجة تشكل ما نسبة 40% من نتائج البطولة بشكل إجمالي. أكبر نتيجة سجلت إلى الآن 5-1 الصين وماليزيا، ومن بعدها أيضا 5-0 أوزبكستان وماليزيا. وليد عبد ربه يلعب كرة طويلة للأمام، ومحاولة من جانب المنتخب السعودي على طول باتجاه ياسر القحطاني. القحطاني بمحاولة مرت من أحمد الموسى. طبعا كثير من الجماهير توقعت أن يكون هناك تغيير على حساب منتصف الملعب من جانب المنتخب السعودي، على اعتبار الزج يا إما بتيسير الجاسم أو اللاعب عبد العطيف. هذه كرة اللعب من اليسار من كامل الموسى، خطأ ضربة حرة مباشرة منتخب الاندونيسي في الجهة اليمين أو بمنتصف الملعب تماما. على كل حال لقطة الفاول ما انتهت إلى الآن، ضربة حرة مباشرة مع منتصف الملعب تماما، والكرة موجودة عند يوليانتو اللي يلعب الكرة بالطرف الأيسر. محمد رضوان في محاولة تقدم، في محاولة مرور، والدفاع السعودي متراجع الآن، وتصيب على طول إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لصالح الأخضر السعودي. ياسر المسيلي، بالنظر إلى موقف الفرق في هذه البطولة الآسيوية المجموعة الأولى، المنتخب العراقي يتصدر بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب التايلندي. أستراليا ثالثا بنقطة واحدة بجانب عمان. المجموعة الثانية المنتخب الياباني يتصدر الترتيب بأربعة أهداف، والمنتخب الفيتنامي طبعا بأربعة نقاط، والمنتخب الفيتنامي نفس العدد من النقاط لكن فارق الأهداف يلعب لصالح المنتخب الياباني. والمنتخب القطري بنقطتين، المنتخب الإماراتي بدون أي نقاط. المجموعة الثالثة الصيني بثلاث نقاط، والإيراني ثلاث نقاط، أوزبكستان ثلاث نقاط، وماليزيا بدون أي نقطة. إذن المجموعة الثالثة أكثر المجموعات المتشابكة. المجموعة الرابعة إندونيسيا ثلاث نقاط، السعودية نقطة بجانب كوريا الجنوبية، بينما المنتخب البحريني بدون أي نقطة بعد مباراة خاضها بخسارة من جانب المنتخب الإندونيسي. أحمد الموسى، الموسى يحاول يعدي، يدور على زميله، فاول خطأ ضربة حرة مباشرة يعلن عنها حكم المباراة لصالح المنتخب الإندونيسي أو لصالح المنتخب السعودي في هذه الأثناء. سعود كريري إلى أحمد البحري، البحري إلى كريري، سعود يدور على زميل من منتصف الملعب خالد عزيز في عملية تمرير ما كانت ناجحة من جانب المنتخب السعودي، على طول تعطي الارتداد السريع من جانب المنتخب الاندونيسي. المنتخب الاندونيسي بدون أدنى شك، صحيح وإن كان من منتخبات جنوب شرق آسيا لكن الطابع اللعب هو مشابه حتما لشرق آسيا، اللعب السريع. هذه كرة من أمام منطقة الجزاء، محاولة تصويب، أسامة هوساوي يتصدر الكرة على طول إلى خارج أرض الملعب من جانب بام بانك صاحب المحاولة الأخيرة إلى خارج أرض الملعب، وضربة زاوية للمنتخب الإندونيسي. كورنر، تلعب عرضية لمنطقة الجزاء مباشرة بالرأس، كل الكرات ينجح معها الهجوم الإندونيسي الكرة العرضية. هذه كرة عرضية من جديد، نجاح مسجل للدفاع السعودي، لكن على طول ترجع للمنتخب الإندونيسي، خطيرة جدا، والدفاع السعودي تابع وإبعاد هذه المرة بشكل صحيح وعلى الوجه السليم. تروح الكرة لصالح عبد الرحمن القحطاني من اليسار، معك مالك العب المالك، يا أخي العب المالك، الكرة اللي خارج أرض الملعب وضربة مرمى لصالح المنتخب الإندونيسي. محاولة سعودية من الجهة اليسار، كان ممكن الهدف الثاني، كان ممكن يا عبد الرحمن يا قحطاني، عدى بالشكل الصحيح، عدى بشكل سليم. مالك معاذ موجود من الجهة اليمنى، عبد الرحمن القحطاني حب انه يصوب الكرة، راحت لخارج ارض الملعب وضربة مرمى. ضربة مرمى اذا المنتخب الاندونيسي. خمس دقائق من زمن شوط المباراة الثاني، المباراة مستمرة على وقع طبعا على نفس الايقاع، على نفس الرتم، على نفس السرعة. هنا ربية جانبية من الجهة اليمين عند احمد البحري، اللاعب المنتقل حديثا في سوق الانتقالات السعودية، انتقل مع الموسم المنصرم. بينما أحدث الانتقالات في السوق السعودية عبد الرحمن القحطاني، نعم هناك
لاعبين من الكرة السعودية لا يحترفون خارجيا بأوروبا، لكن بداية الاحتراف أصبحت من خلال الملاعب القطرية للاعب السعودي، على اعتبار أن نايف القاضي لاعب في الدوري القطري على سبيل الانتداب لموسم كامل. هناك لاعبين إعارة لمدة شهر، هنا محاولة من جانب المنتخب الإندونيسي في الجهات اليسار على طول مرت إلى خارج أرض الملعب وضربة زاوية. مشكلة وعلينا قبولها، وعلينا أننا نعايش المشكلة اللي قاعدة تصير الآن من خط الدفاع السعودي. المشكلة اللي هي الارتباك في عملية إبعاد الكرة. ضربة زاوية للمنتخب الإندونيسي. على طول تلعب لمنطقة الجزاء. التغطية على طول لخارج أرض الملعب ورمية جانبية من كامل موسى. فيرمان. أبوي. حاول يعدي كرة اليسر القحطاني. إيبوي. رمية جانبية من جديد من الجهة اليسار للمنتخب الإندونيسي. ترجع الكرة من خالد عزيز بشكل سليم ومخالفة خطا ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب السعودي. ضربة حرة مباشرة إذن محتسبة من جانب حكم المباراة لصالح المنتخب السعودي، وضحكات ما بين حكم المباراة علي حمد وكذلك خالد عزيز لاعب الارتكاز للصقور الخضر. وليد عبد ربه. وليد يلعب له كرة طويلة باتجاه ياسر القحطاني، القحطاني بالراس لمالك، ومالك يحاول خطف الكرة على طول تنقطع الكرة من امام مالك معاذ. محمد رضوان يبعد الكرة، خالد عزيز يرجع بالكرة لصالح المنتخب الاندونيسي. محمد رضوان من الجهات اليسار يحاول يعدي، خالد عزيز يتدخل مع الكرة. المخالفة ضربة حرة مباشرة وبطاقة صفراء لخالد عزيز. هذا يعني غياب خالد عزيز على المباراة القادمة امام المنتخب البحريني. لاحظ كرة خالد عزيز الماضية، لا شك بأن قوة المباريات والاشتراكات في هذه البطولة سبب رئيسي في توالي الورقات الصفراء على اللاعب. خالد عزيز ثاني بطاقة صفراء بعد البطاقة الصفراء اللي كانت موجودة عنده في المباراة الماضية. الآن خالد عزيز أول الأسماء المستبعدة عن مباراة المنتخب البحرين. كرة لخارج أرض الملعب ورمية جانبية. رمية جانبية المنتخب الاندونيسي في الجهات اليسار. اول دقائق شوط المباراة الثاني الى الان المنتخب السعودي لم يهاجم سوى بكرة عبد الرحمن القحطاني اللي عدت لخارج ارض الملعب وضربة مرمى احتسبت للمنتخب الاندونيسي حينها. الكرة من جديد، عزيز عامل شغل كبير جدا في منطقة الارتكاز بجانب سعود كريري وتمشيط للكرات الاندونيسية. هذه كرة محاولة مرور على طول الى خارج ارض الملعب وضربة مرمى. اندونيسيا غالبية مشاركاتها تكون في كأس تايجر. خسرت مرتين متتاليتين في هذه البطولة من أمام المنتخب التايلندي، وخسرت الأخيرة في المباراة النهائية أمام المنتخب السنغافوري بهدفين لهدف على كأس تايجر. كرة من أي بوي، يلعب كرة طويلة ترجع لأي بوي من الجهة اليمين. أي بوي يملك مهارات عالية جدا، لعب له كرة عرضية لأسامة هوساوي لكن الكرة تنقطع. على فكرة الاندونيسيين درسوا مسألة طبعا تجنيس أربع لاعبين هولنديين، لكن هذا الأمر ما تم. وبان بانج على طول بكرة لخارج أرض الملعب من جانب بان بانج اللي يعتبر واحد من أبرز لاعبين المنتخب الاندونيسي. هذا اللاعب بان بانج واللي يسمى في اندونيسيا بالرأس القاتل باعتبار هدف الرأسي في مرمى ماليزيا في كأس تايجر عام 2002. لاعب من مواليد يونيو بان بانج او الرأس القاتل مثل ما يسميه الجماهير الاندونيسية. كرة لعبت للامام مقطوعة من الدفاع السعودي. خالد عزيز تمريرات قصيرة ترجع مرة ثانية من جانب المنتخب الاندونيسي. صافرة خطأ ضربة حرة مباشرة. 10 دقائق من زمن شوط المباراة الثاني.
طبعا اللي نلاحظه الان من المنتخب الاندونيسي، لا يمكن ان نحكم على ان المنتخب الاندونيسي هذا امتياز قادم في مستقبل المنتخب الاندونيسي. طبيعي جدا ينظم بطوله القاره ان يتقدم بمستواه في هذه البطوله وفي هذه النسخه تحديدا، على اعتبار مثلا كوريا الجنوبيه قارعت المنتخبات العالميه، هزمت الاسبان والطليان في كاس العالم، هنا محاوله على طول الى ياسر المسلم، ما بالك بالمنتخب الاندونيسي في بطوله مجرد بطوله قاريه. حتى المنتخب اليوناني هو ما استضاف البطولة قدم مستويات كبيرة في 2004 وحقق كأس أوروبا، بعد ذلك المنتخب اليوناني في خبر كان. لذلك لا يمكن اعتبار المنتخب الاندونيسي أحد القوى القادمة في عالم كرة القدم الآسيوية. ما نستبق الأوضاع طبعا، ممكن أن المنتخب الاندونيسي تطور، ما هي المسألة مجرد طبعا تكهنات. هذه كرة لصالح المنتخب الاندونيسي في منتصف الملعب مع استعداد للاعب السعودي في خط منتصف الملعب عبد عطيف للنزول في شوط المباراة الثاني، ممكن يكون تغييره اقرب ما يكون لعبد الرحمن القحطاني عوضا عن عبد الرحمن القحطاني مثل ما فعل تماما المدرب انجوز في المباراة الماضية. لا، المرة هذه احمد الموسى يغادر ارضية الميدان. احمد الموسى إذن يغادر أرضية الميدان وبديل عبد عطيف من جانب المدرب البرازيلي أنجوس. أول التغييرات إذن في هذه المباراة وتحديدا من جانب المنتخب السعودي. كرة لمالك معاذ، مالك يحارب على كرة لكن الكرة على طول تلعب لصالح المنتخب الاندونيسي بعد ما أعطى فيها حكم المباراة الأدفانتج، هي لمست يد اللاعب عبد الرحمن القحطاني لكن حكم المباراة اعطى فيها الادفانتج على اعتبار ان الكرة مستمرة لصالح المنتخب الاندونيسي. رمية جانبية منفذة من الجهة اليمين تمر في منتصف الملعب. اندونيسية، سعود كريري يتابع الكرة يدور على زميل يلعب له الكرة من الجهة اليمين لياسر القحطاني، القحطاني حاول الوصول للكرة، تداخل من الدفاع الاندونيسي لخارج ارض الملعب من جانب اللاعب محمد رضوان. محمد رضوان ابعد الكره الى الجهه اليمين عند احمد البحري، رميه جانبيه من احمد البحري. سعود كريري، كريري لاسامه هوساوي، اسامه هوساوي عند وليد عبد ربه. وليد عبد ربه يلعب كره طويله جدا للجهه اليسار، ممتازه الفرصه للمنتخب السعودي، وكامل موسى يلعب له كره عرضيه تنقطع، مرت سهله الكره من كامل موسى، محاوله استداره لريكاردو سالامبيسي. بيرميس بورا نادي هذا اللاعب، بيرميس بورا الاندونيسي. كرة لصالح المنتخب اندونيسيا في منتصف الملعب. محمد رضوان لعبها طويلة باتجاه بودي سودارسونو لكن كرة سودارسونو مقطوعة باتجاه ياسر القحطاني. القحطاني رضوان يتدخل مع كرة إلى حارس مرمى يان ريبيتوي، 26 سنة لهذا الحارس و180 سنتيمتر. يان ريبيتوي ليلعب كرة طويلة، أسامة هوساوي يراقب الكرة ترجع اندونيسية في منتصف الملعب. أوتينا يتدخل مع كرة أوتينا، أسامة المنتخب السعودي في شوط المباراة الثاني حتى الآن مختفي تماما ما عدا في كرة عبد الرحمن القحطاني، والباقي المنتخب السعودي غير موجود أبدا على الصعيد الهجومي. صافرة خطا ضربة حرة مباشرة المنتخب الاندونيسي. بام بانج وسودا سونو، بيم بانج سودا سونو، اتفاقية حول ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب الاندونيسي محتسبة في هذه الأثناء. ربع ساعة من زمن شوط المباراة الثاني، المباراة مستمرة على نتيجة التعادل الإيجابي اللي كانت عليه في شوطها الأول. سودا سونو، سودا سونو يصلح له كرة إلى بام بانج لكن كرة بام بانج مقطوعة إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية. بعد كل هالمفاوضات على الكرة
الكرة تتصوب بهالشكل المفضوح والواضح لخارج أرض الملعب، رمية جانبية. رمية جانبية تنفذت من الجهات اليسار على طول إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية أو ضربة مرمى لصالح المنتخب السعودي. بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام، هذه المباراة طبعا يحضرها فخامة الرئيس الإندونيسي سيزيك بامبينغ، اللي وعد لاعبينا قبل هذه المباراة يوم أمس بعد زيارة أجراها الرئيس الإندونيسي لمعسكر المنتخب الإندونيسي لكرة القدم، ووعد اللاعبين $40,000 لكل لاعب في حال الفوز على المنتخب السعودي. عبد الرحمن القحطاني، القحطاني كرة تنقطع ترجع مرة ثانية لصالح مالك معاذ، مالك معاذ مررها قصيرة لوليد عبد ربه. أسامة هوساوي، مو معقول، مو معقول أبدا، مو معقول اللخبطة الدفاعية بالنسبة للمنتخب السعودي. هذه كرة اللعب على طول من جهة اليسار، فرصة خطيرة جدا من جنب سوداسانو، سوداسانو يحاول لكن كرة إلى خارج أرض الملعب. مرت الكرة، مرت من جانب سوداسانو. ننتظر قرار حكم المباراة على الكرة الإندونيسية الأخيرة. لاحظ معي، حاول يعدي معها سوداسانو، حكم المباراة واضح أنه يحتسبها ضربة مرمى، لكن بالنظر مخرج المباراة ولا ننتظر مخرج المباراة وش احتسبها حكم المباراة، ما راح نستطيع نميز قرار حكم المباراة من المخرج. ضربة حرة مباشرة في الجهة اليمين، تنفذت إلى وليد عبد ربه. وليد عبد ربه على طول باتجاه عبد العطيف، وعطيف كرة تنقطع. عبد العطيف واضح أن الآن يتمحور أو يتمركز في منتصف الملعب تماما من خلف المهاجمين. أحمد الموسى ما كانت هذه أدواره تحديدا، يميل إلى الطرف الأيمن بعض الشيء اللاعب أحمد الموسى. الآن نجد عبد العطيف من خلف المهاجمين تماما، يعطي فرصة لتوزيع الكرات بالنسبة لياسر مالك، ويعطي فرصة لياسر مالك بالبقاء هجوميا والاكتفاء بالمراحل الهجومية، على اعتبار اننا نشوف ياسر مالك يتراجع للخلف. عبد العطيف الان في محاولة تتصلح على طول لخالد عزيز، عزيز الى ياسر القحطاني، القحطاني تمريرة قصيرة. ترجع خطأ، ضربة حرة مباشرة على أسامة هوساوي. خطأ وضربة حرة مباشرة لصالح أسامة هوساوي، أو على أسامة هوساوي لصالح المنتخب الإندونيسي. السعودية لعبت في هذه البطولة 33 مباراة بما فيها مباراة منتخب كوريا الجنوبية، فازت 14 مرة وتعادلت في 13 مناسبة وخسرت 6 مباريات، لها 46 هدف في المسابقة، وتلقت الشباك السعودية 26 هدف. طبعا 4 خسائر فقط أو 6 خسائر فقط المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية، منها 2 في المباراة النهائية و4 في باقي الأدوار. كرة المنتخب الإندونيسي من اليمين، تنقطع من الدفاع السعودي بشكل ممتاز إلى ياسر القحطاني. القحطاني رجع للخلف عند سعود كريري، كريري يحاول يلعب الكرة إلى ياسر القحطاني، وانطلاقة من جرب ياسر القحطاني، القحطاني يتحصل على مخالفة، ضربة حرة مباشرة وبطاقة صفراء. طبيعي جدا، طبيعي جدا نشوف مثل البطاقات الصفراء المتكررة بهذه المباراة. مباراة سريعة معناه في أخطاء، مباراة سريعة معناه في إشكاليات، مباراة سريعة معناه في بطاقات صفراء ومهددة بالبطاقة الحمراء. ضربة حرة مباشرة، المنتخب السعودي 20 دقيقة من اللعب من زمن شوط المباراة الثاني، باقي 25 دقيقة والتعادل الإيجابي مستمر، والمنتخب السعودي لم يشكل خطر على المرمى الإندونيسي في 20 دقيقة الماضية فيما عدا كرة عبد الرحمن القحطاني. القحطاني هاجم من اليسار، يلعب لكرة عرضية ممتازة، تنقطع من الدفاع الإندونيسي وتحديدا من مامان عبد الرحمن. 25 سنة لمامان عبد الرحمن، لاعب قلب الدفاع من جرب المنتخب الإندونيسي. ترجع الكرة مرة ثانية عرضية للمنتخب السعودي، يوليانتو كان على التغطية، ترجع مرة ثانية خالد عزيز. عزيز يبدأ الهجوم السعودي،
للجهة اليمين أحمد البحري، واضح أن هناك تغيير قادم بالنسبة لمنتخبنا الوطني. تيسير الجاسم، تغيير ممتاز من جانب مدرب المنتخب السعودي سيد أنقوس، بالزج بتيسير الجاسم، لاعب اختراقاته ممتازة جدا. واضح أنه بدأ أنقوس بالتركيز والتفكير على النواحي الهجومية. سعود كاريري إذن يغادر أرضية الميدان، وتيسير الجاسم اللاعب البديل في هذه الأثناء. رمية جانبية من الجهة اليسار، على طول تنفذت الرمية الجانبية، والمحاولة تشكل خطر على المرمى السعودي، لكن من جانبه أوتينا مباشرة إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لحارس المرمى ياسر المسلم. إندونيسيا لعبت في البطولة الآسيوية 10 مباريات، بما فيها المباراة الماضية اللي جمعت المنتخب الإندونيسي بالمنتخب البحريني، حققت انتصاران على حساب المنتخب القطري عام 2000 بلبنان أو عام 2004، وأيضا انتصار على منتخب البحريني، بالتالي فوزين على منتخبات خليجية من جانب المنتخب الإندونيسي، بينما خسرت إندونيسيا 6 مباريات وتعادلت في مباراة واحدة. الشباك الإندونيسية تلقت 25 هدف وسجلت 9 أهداف. كرة اللعب من جانب يوليانتو، أوتينا محاولة خطيرة، منتخب الإندونيسي مصوبة لخارج أرض الملعب وضربة مرمى. محاولة من جانب المنتخب الإندونيسي على طول إلى خارج أرض الملعب وضربة مرمى. كان هناك حديث بالشارع الإندونيسي وتفاؤل كبير جدا من جانب الجماهير الإندونيسية، وهذا التفاؤل أخذ واحد من الجماهير الإندونيسية للقول بأننا سنحقق الانتصار على المنتخب السعودي بعد الفوز الكبير الذي حققناه من أمام المنتخب البحريني. وذكر بأن المنتخب الإندونيسي أو أن الجماهير الإندونيسية ستحتفل كثيرا في حديقة الحوت الأزرق أو غابات الحوت الأزرق، طبعا الحوت الأزرق اللي تجلب أنظار السياح دائما إلى إندونيسيا. إندونيسيا البلد المميز، البلد الجميلة، اللي بلا شك أنها تستقطب أعداد كبيرة جدا من السياح سنويا، سواء طبعا في سنوات المشكلة الفيضانات التي تضرب إندونيسيا في الأعوام الأخيرة. هذه كرة على طول من الجهة اليسار، كامل موسى يحاول يعدي، ممتازة من كامل، كامل مرور من ثاني لاعب من جانب المنتخب الإندونيسي، على طول تصب جول 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 كمل. ما بغت تجي، ما بغت تجي يا عبد الرحمن، خيرها بغيرها يا قحطاني. محاولة من جانب المنتخب السعودي، كامل الموسى بذل جهد كبير جدا مع الكرة الماضية، خربلة 2 من لاعب المنتخب الإندونيسي، صوبها عبد الرحمن القحطاني الثانية على طول إلى خارج أرض الملعب وضربت مرمى لصالح المنتخب الإندونيسي. لاحظ الكرة مرة ثانية، القحطاني ما قصر مع الكرة، عمل الواجب وأكثر، ومن طبعا قبل القحطاني كانت المحاولة مميزة من كامل موسى. كرة لمالك مقطوعة من رضوان، ترجع مرة ثانية الكرة لصالح المنتخب السعودي، خالد عزيز، تيسير الجاسم، الجاسم يحاول يعدي، والمحاولة على طول إلى مالك، معاذ مالك يتقدم بفرصة، المنتخب السعودي شوت، لكن الكرة راحت على طول لخارج أرض الملعب وضربة مرمى. هذه كرات مالك معاذ، مالك معاذ من اللاعبين اللي يمتلكون صفة الاختراق. شوف مرة ثانية، شوف مرة ثانية الكرة من مالك معاذ، لكن التصويبة راحت بعيدة إلى خارج أرض الملعب وضربة مرمى. بعد التغييرين اللي قام فيهم المدرب أنقوس، واضح أن القوة تنقلب لصالح المنتخب السعودي في شوط المباراة الثاني. تعديلات أجريت من خلال تغييرات المدرب البرازيلي أنقوس. كرة لمالك معاذ، مالك معاذ يلعبها في الجهة اليمين لصالح عبد العطيف، عطيف يتقدم، عطيف في محاولة مرور وخطأ، ضربة حرة مباشرة،
خطأ وضربة حرة مباشرة من مكان خطير تماما لصالح المنتخب السعودي. ضربة حرة مباشرة فاول للمنتخب السعودي من مكان خطير تماما على المرمى الاندونيسي. نتابع المخالفة والكرة من جانب المنتخب السعودي على الجهة اليمين. استعداد من جانب حارس المرمى ياندري بيتوي. وعبد الرحمن القحطاني عن تنفيذ المخالفة ضربة حرة مباشرة. تحرك من جانب لاعب المنتخب السعودي داخل منطقة الجزاء على أمل زعزعة الجماهير. طبعا أدى للدفاعات الإندونيسية والقدرة من الاستفادة من المخالفة. كرة من عبد الرحمن القحطاني على طول بالراس تتشال من الدفاعات الإندونيسية. ترجع مرة ثانية للمنتخب السعودي من الناحية اليمين. كامل موسى حاول يعدي. كامل عامل شغل كبير جدا من اليسار. يلعب كرة عرضية ترجع مرة ثانية لكامل. يلا ثنيها يا كامل. يلعب كرة لراس مالك. ياندري بيتوي ينجح. ياندري بيتوي ينجح بكرة راحت على طول براس مالك معاذ. لكن ياندري بيتوي ينجح في التصدي لكرة مالك معاذ. ممتازة جدا الفرصة الماضية للمنتخب السعودي. في خطأ ضربة حرة مباشرة. قبل البطولة كان عند النقاد والمحللين من السهل أنهم يقولوا ويعتبروا المنتخب الإندونيسي أضعف المنتخبات 16 مشاركة في النهائيات. كان هذا الأمر منطقيا ما قبل بداية النهائيات، لكن الآن لا، المنتخب الإندونيسي يغاير كل التوقعات باعتبار نعم هم قاسوها على اعتبار أن التاريخ الكروي لا يشفع له، بالرغم من أنها تحمل شرف أول تمثيل لقارة آسيا من الدول الآسيوية في كأس العالم، لكن تاريخها ضعيف جدا في عالم كرة القدم. وبالتالي كرة القدم لغتها لغة العصر، لغة اليوم، لا تتحدث بلغة الأمس. لو كنا راح نقول الأمس راح نتحدث وبشكل كبير عن منتخب هنغاريا أو حتى الأوروغواي. كرة على طول إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية. سيماسون شار الدين للعب الكرة الأخيرة لخارج أرض الملعب، رمية جانبية تنفذت من جانب المنتخب السعودي وكرة طويلة ناحية مالك معاذ. مالك معاذ إلى عبد العطيف، كرة عطيف مقطوعة. الدقائق تتقدم والمنتخب السعودي حتى الآن غير قادر على إحضار الهدف الثاني في المرمى الإندونيسي. مع كامل الاحترام، مع كامل الاحترام للإندونيسيين ولمنتخب إندونيسيا، لكن من غير المنطق أبدا أن يتعادل المنتخب السعودي أمام المنتخب الإندونيسي. سراتونو، كرة اللعب على طول طويلة باتجاه حارس المرمى ياسر مسلي. بام بانج اللي اشترك مع الكرة الأخيرة ترجع مرة ثانية للمنتخب السعودي. عبد الرحمن القحطاني. القحطاني يحاول يعدي، يدور على زميل خالد عزيز. خالد عزيز لعبها لعبد عطيف. عطيف كرة تنقطع، ومحاولة من جانب المنتخب الإندونيسي في اليسار. بودي سودرتانو، كرة تنقطع ترجع مرة ثانية المنتخب السعودي في آخر ربع ساعة من عمر هذه المباراة. طبعا هذه البطولة لاحظنا فيها كثير من المنتخبات اللي يتغيب عنها نجومها، مثل المنتخب السعودي مدرب البرازيلي أنجوز اعتذر عن بعض اللاعبين المعروفين في المنتخب السعودي لكرة القدم، من ضمن محمد المنتجر اللي يعتبر أفضل لاعب آسيوي العام قبل الماضي. كرة من ياسر القحطاني لمالك. كرة مالك معاذ تنقطع وترجع المنتخب الإندونيسي. أيضا المنتخب الياباني، المنتخب الياباني يغيب، ما هو المنتخب الوحيد اللي ما غاب عنه ولا لاعب، جميع لاعبين يحضرون إلى هذه البطولة. وطبعا اللي يتصدر هدافين البطولة هو اللاعب الياباني تاكاهارا، لاعب أندرلخت فرانكفورت الألماني. عبد الرحمن القحطاني لخالد عزيز، مباشرة محاولة لياسر القحطاني. القحطاني من بين اثنين من لاعب المنتخب الإندونيسي مع مخالفة ضربة حرة مباشرة تحضر في مكان خطير وخطير جدا لصالح المنتخب السعودي.
مخالفة وضربة حرة مباشرة إذن من مسافة بعيدة لصالح المنتخب السعودي، تشكل خطر كبير جدا على المنتخب الإندونيسي. حكم المباراة يعلن لياسر القحطاني اللعب على الصافرة. إذن فاول معها، نجدد الأمل في التقدم على المنتخب الإندونيسي، ومعها الدعوات لنشاهد ثاني أهداف المنتخب السعودي في مرمى إندونيسيا عبر هذه الكرة. ياسر القحطاني وعبد الرحمن، ياسر وعبد الرحمن القحطاني، ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب السعودي. القحطاني يستعد، ياسر يشوت والكرة اللي خارج أرض الملعب، وضربة مرمى، ضربة مرمى من جانب ياسر القحطاني. مرت الكرة بسلام على المرمى الإندونيسي. لاحظ من جديد المخالفة وتنفيذ ياسر القحطاني لكرة اعتلت العارضة مباشرة، ضربة مرمى إندونيسية عند حارس المرمى ياندري بيتوي. المفارقة العجيبة مشاهدينا الكرام حول المدربين في هذه البطولة، هذه كرة عبد الرحمن القحطاني اللي تصدى لها حارس المرمى على مرتين. المفارقة العجيبة، أقول كالديرون مدرب المنتخب العماني سبق وأن عمل للمنتخب السعودي في عام 2005، وفييرا مدرب المنتخب العراقي عمل في السعودية كمدرب لنادي الطائي، وريدل مدرب المنتخب الفيتنامي المدرب النمساوي سبق وأن درب نادي الاتحاد السعودي عام 88-89. بالمثل أيضا عبد الكريم ميتسو درب الاتحاد السعودي قبل سنة من الآن. ماتشالا درب المنتخب السعودي في بطولتي القارات 99 وكأس أمم آسيا سنة 2000. بالتالي خمس أسماء من 15 منتخب ما عدا المنتخب السعودي من المدربين دربوا المنتخب السعودي. لذلك المنتخب السعودي طريقة مكشوفة وواضحة لكثير من المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. مالك معاذ حاول يعدي كرة، مالك معاذ تنقطع ترجع لصالح المنتخب الإندونيسي. صحبة بين نتيجة التعادل 1-1 والمنتخب السعودي. هذه كرة منتخب الإندونيسي خطيرة جدا، تلعب من بام بانج، كرة بام بانج مقطوعة. مرة ثانية المنتخب الإندونيسي، آي بوي، كرة آي بوي مقطوعة ترجع مرة ثانية لصالح المنتخب السعودي من منتصف الملعب. بداية الهجوم عند عبد الرحمن القحطاني، القحطاني يحاول يعدي، موسيقار خط المنتصف بالنسبة للمنتخب السعودي. كرة لمالك معاذ لياسر القحطاني، خلصها خلصها خلصها. لا 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 نتعادل ونعادل أنفسنا. المنتخبات الخصوم ما تعادلت معنا أبدا، لا إندونيسيا ولا كوريا الجنوبية عادلونا، حنا عادلنا أنفسنا. كثير من الكرات المنتخب السعودي تضيع، كرة لخارج أرض الملعب وضربة زاوية، ضربة زاوية. عبد عطيف، عبد عطيف يستعد لتنفيذ ضربة الزاوية وتغيير من جانب المدرب للمنتخب الإندونيسي. هل راح يتم التغيير من جانب المدرب الإندونيسي أو البلغاري للمنتخب الإندونيسي أبوي؟ سوباردي بديل أبوي. إذن سوباردي هو التغيير الأول بجانب المنتخب الإندونيسي. هذه كرة اللعب عرضية على طول بالراس تتشال. عبد الرحمن القحطاني يحاول مع الكرة، القحطاني شوت، ترجع مرة ثانية المنتخب الإندونيسي إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية. سيطرة موجودة من جانب المنتخب السعودي مع تغييرات عبد عطيف وكذلك اللعب تيسير الجاسم مع شوط المباراة الثاني. هذه كرة اللعب على طول طويلة جدا إلى حارس المرمى ياندري بيتوي من جانب المنتخب الإندونيسي. مشاهدينا الكرام، سيداتي أنساتي سادتي، أيها الإخوة الرياضيون العرب من الوطن العربي الكبير، متابعين عبر قنوات الإير تي سبورت، نتواصل معكم في هذا اللقاء وندخل إلى المنعطف الأخير بعد دقيقة 80. ندخل إلى المنعطف الأخير من هذه المباراة والعشر دقائق الأخيرة. المنتخب السعودي لا يزال متعادل بجانب المنتخب الإندونيسي 1-1. النتيجة اللي ظهرت عليها
طبعا ال 45 دقيقة الأولى من المواجهة بعد تقدم سعودي برأسية ياسر القحطاني وخطأ دفاعي أعطى نتيجة التعادل بجانب المنتخب الإندونيسي. المنتخب السعودي كثيرا ما وصل المرمى الإندونيسي في زمن شوط المباراة الثاني، مع ذلك لم يتمكن من إحراز الهدف الثاني في هذه المباراة. الأمال معلقة وبشكل كبير جدا على ثنائي الهجوم الكاسح مالك معاذ وياسر القحطاني. طبعا ياسر القحطاني من خلال هدف الثاني أو من خلال هدف الأول في هذه المباراة يكون قد أحرز ثاني أهدافه في هذه البطولة بعد هدف في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي من ضربة جزاء. اليوم يسجل هدف برأسيته، نبحث عن هدف آخر في هذه المباراة المنتخب الإندونيسي. الحصول على 4 نقاط بدون أدنى شك طموح الجمهور السعودي، طموح الشارع السعودي، الفرحة والابتسامة اللي غابت في كأس العالم 2006 بألمانيا وتكرر الغياب في دورة الخليج الماضية. لكن بلا شك الجمهور السعودي لن يرغب في تواصل غياب الابتسامة من جانب المنتخب السعودي. هذه كرة من الجهة اليسار تتهيأ على طول مقطوعة مرة ثانية، إندونيسية في الجهة اليمين ومحاولة إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية يبعده وليد عبد ربه. سوباردي وفي سباق على الكرة ينتهي إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية لصالح المنتخب الإندونيسي الآن من الجهة اليمين. اتنفذت الرمية الجانبية. إيكا رمضاني يلعب الكرة لفيرمان أوتينا. تحركات في منتصف الملعب من جانب المنتخب الإندونيسي وكرة ملعوبة طويلة وبعيدة جدا إلى خارج أرض الملعب وضربة مرمى. كوليف مدرب المنتخب الإندونيسي المدرب البلغاري في توجيهات أخيرة بهذه المباراة. طبعا هذا المدرب غير معروف أبدا على صعيد الدول الأوروبية حتى في بلادها، مدرب مغمور. أشهر منتخبات اللي قادها ميانمار، حتى هذا المنتخب اسمه غير معروف أبدا. يتعرف عليه الرياضيين من خلال مباريات التصفيات الأولية فقط. كرة من تيسير الجاسم على طول بالجهة اليسار، تلعب لخالد عزيز. عزيز إلى تيسير الجاسم. الجاسم يحاول من أمام منطقة الجزاء، مرور ممتاز وجميل من تيسير الجاسم. شوف اختراقاته، لاعب مميز يحاول يعدي على طول كرته إلى خارج أرض الملعب وضربة زاوية. ضربة زاوية لصالح المنتخب السعودي. إذن ضربة زاوية ووقوع أيضا لسيما سوشار الدين. لاحظ كرة تيسير الجاسم، لاعب عنده قدرة على الاختراق ممتازة جدا تيسير. دقيقة 84 آخر 6 دقائق مشاهدينا الكرام، نقبل على دقيقة 84 وآخر 6 دقائق من المباراة. التغيير القادم أتب. أتب إذن بديل عن فيرمان أوتينا. أتب يستعد للدخول الآن، 22 سنة مهاجم في بيرسيجا جاكرتا الإندونيسي. أتب طبعا يعتبر أصغر لاعب في المنتخب الإندونيسي على الإطلاق، 22 سنة، بينما متوسط الأعمار بالنسبة للمنتخب الإندونيسي 26 سنة. محاولة على طول ملعوبة عرضية بالراس، مرت لخارج أرض الملعب ضربة مرمى. محاولة برأسية من جانب كامل أبوسة لخارج أرض الملعب وضربة مرمى مسجلة الآن من جانب المنتخب الإندونيسي. لاحظ كرة كامل أبوسة على طول إلى خارج أرض الملعب وضربة مرمى للمنتخب الإندونيسي عند حارس أندري بيتوي. المباراة تمر دقائقها إلى التعادل 1-1. هذا ما لا نتمناه، الخروج بنقطة يصعب موقف المنتخب السعودي في هذه البطولة. كرة من الجهة اليمين، مالك معاذ يحاول يعدي كرة مالك معاذ إلى خارج أرض الملعب وضربة زاوية مع مطالبات لمامان عبد الرحمن إلى وجود ضربة مرمى للمنتخب الإندونيسي، لكن حكم المباراة يشاور بضربة زاوية. يلا يا شباب، يلا يا شباب نرجع في آخر 5 دقائق.
يلا يا شباب، الهدف القادم بإذن الله من خلال الدقائق الخمس الأخيرة. المنتخب السعودي، القحطاني يلعب كرة عرضية، تنقطع كرة عبد الرحمن القحطاني، ترجع للمنتخب الإندونيسي، ربنا يستر. مرة ثانية لصالح المنتخب الإندونيسي، المحاولة موجودة من اليسار، ضغط من لاعبي الأخضر على حامل الكرة من جانب المنتخب الإندونيسي وتحديدا محمد رضوان، وكرة إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية على الجهة اليسار، الرمية الجانبية موجودة من جانب المنتخب الإندونيسي، والكرة أيضا من جديد للآوت، لكن هذه المرة لصالح المنتخب السعودي. أسامة هوساوي، هوساوي لليسار، وليد عبد ربه، عبد ربه في انطلاقة لصالح المنتخب السعودي، ملعوب الكرة من جانب خالد عزيز، خالد عزيز إلى وليد عبد ربه، يلا يلعب الكرة لخالد عزيز مرة ثانية إلى الجهة اليمين، أحمد البحري، البحري مرر له كرة للاعب الارتكاز خالد عزيز اللي تحصل على مخالفة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة إذن لصالح المنتخب السعودي، بطاقة صفراء مثل ما ذكرنا، مباراة قوية بهذا الشكل على هذا النحو، طبيعي جدا أننا نشاهد بطاقات صفراء بشكل كبير. ويبدو لي أتيب اللاعب اللي للتو نزل إلى أرضية الميدان من جانب المنتخب الإندونيسي ينال على بطاقة صفراء، يا دوب دخل لحق ياخذ بطاقة صفراء من دقيقة واحدة بس. ضربة حرة مباشرة إذا المنتخب السعودي، الفريقين استنزفوا جهودهم في شوط المباراة الأول، الشوط الثاني أبدا بشكل مغاير عن شوط المباراة الأول اللي كان أكثر سرعة من شوط المباراة الثاني. عبدو عطيف، عطيف يحاول يعدي، يلعب له كرة على طول إلى ياسر القحطاني، القحطاني حاول يمررها من بين لاعب المنتخب الإندونيسي لمالك معاذ، لكن كرة القحطاني تنقطع، ترجع مرة ثانية لصالح المنتخب الإندونيسي. طبيعي جدا اللعب من العمق صعب جدا، يجب أن نركز بكرات من الأطراف، لما ركزنا على كرات من الأطراف شهدنا معها هدف لياسر القحطاني، وكرة أخرى طبعا أخرى من جانب المنتخب السعودي أضعها عبد الرحمن القحطاني من أمام المرمى تماما. 88 دقيقة، باقي دقيقتين على نهاية المباراة، دقيقتين على نهاية المباراة، وتستمر النتيجة بالتعادل الإيجابي 1-1، تعادل المنتخب الإندونيسي يعطي الضوء الأخضر في التقدم للأمام، وتعادل المنتخب الإندونيسي لا شك بأنه يمضي 70% ناحية دور الربع نهائي. سعد الحارثي إذن في تغيير متأخر، ومتأخر جدا من جانب مدرب المنتخب السعودي. سعد الحارثي إذن بديل عن ياسر القحطاني في هذه الأثناء. سعد الحارثي بديل لياسر القحطاني مع اللحظات الأخيرة والدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، الحارثي ينزل إلى أرضية الميدان ودعواته بالتوفيق، بلا شك هو نادم على فوات الفرصة، وعليه أنه ما يفكر بالكرة اللي راحت من أمام كوريا الجنوبية، بالله عليك يا سعد انساها وركز على هالدقيقة، هي هالدقيقة يا سعد نبغاها جول يا سعد، ولا مالك طبعا، ولا أي واحد من ال 11 لاعب من جانب المنتخب السعودي، حتى لو كان ياسر المسلم سجل جول ما عندنا مشكلة، ما عندنا مانع، المهم المنتخب السعودي يفوز بهذه المباراة. كرة في الجهة اليمين لخارج أرض الملعب، رمية جانبية لصالح المنتخب السعودي، منفذة أحمد البحري، حاول بكرة تنقطع إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى للمنتخب السعودي وعند حارس المرمى ياسر المسليم، والتغيير من جانب المنتخب الإندونيسي. سفيان، أسميد سفيان لاعب بيرسيجا جاكرتا 28 سنة يستعد للنزول إلى أرضية الميدان، 90 دقيقة خلاص انتهت، نعيش وإياكم مشاهدينا الكرام دقائق الوقت البدل الضائع من هذه المباراة. محاولة لصالح المنتخب السعودي، سعد الحارثي
يتقدم بالكرة لعبد عطيف، عطيف كرة تنقطع ترجع مرة ثانية منتخب السعودي خالد عزيز. كرة خالد عزيز في منتصف الملعب، أسامة هوساوي يبعدها إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية على اعتبار أن واحد من لاعبي المنتخب الإندونيسي وقع على أرضية الميدان. بلا شك محاولات إضاعة وقت الآن من جانب المنتخب الإندونيسي اللي بالنقطة الرابعة يلعب الآن، يلعب الآن على أمل النقطة الرابعة للمنتخب الإندونيسي. احتفالية كبيرة جدا من 100,000 متفرج إندونيسي في هذا الملعب. إذن 100,000 يحتفلون على ملعب جيلور بانكانو. سميد سفيان اللاعب البديل مع اللحظات الأخيرة من زمن شوط المباراة الثاني. المنتخب السعودي يخفق في الانتصار إلى الآن على المنتخب الإندونيسي. كرة من جانب تيسير الجاسم على طول إلى اليسار، وليد عبد ربو، عبد ربو لعبد عطيف، عطيف يحاول يعدي، محاولة ممتازة من جانب عبد عطيف مع لاعب في اليسار يتردد بالكرة، يمرر الكرة ناحية خالد عزيز. خالد عزيز يلعب الكرة بالجهة اليمين، أحمد البحري، البحري يحاول يعدي فيها مخالفة، ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب السعودي. ضربة حرة مباشرة مع آخر دقيقتين من عمر المباراة، ويا رب يا رب يا رب، خطأ، ضربة حرة مباشرة منتخب السعودي، يا رب نشوف مع الهدف الثاني المنتخب السعودي. عبد الرحمن القحطاني يستعد لتنفيذ المخالفة، فاول، ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب السعودي، والقحطاني واستعداد لتنفيذ المخالفة. القحطاني، يلا يا قحطاني، قحطاني تأخر، يلعب كرة على طول عرضية لمنطقة الجزاء بالراس، جول 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 جول. سعد الذابح الجارح، كبير يا حارثي، كبير يا حارثي، كبير يا حارثي، سواها الحارثي، سواها سعد، سواها سعد. يسعد ايامك يا سعد، يسعد ايامك يا سعد، فديت ترابك يا بلادي، فديت ترابك يا بلادي. سعد الحارثي يحرز الهدف الثاني للمنتخب السعودي. شو مرة ثانية، الله يسعد ايامك، الله يسعد ايامك يا حارثي. شو مرة ثانية، الكرة لسعد الحارثي بالراس على طول، بالراس على طول حطها سعد الحارثي. شوف شوف الجول، سعد الحارثي كبير يا ولد الحارثي، كبير يا جارح يا ذابح. الهدف الثاني للمنتخب السعودي، خلاص خلاص خلاص، الأخضر السعودي إلى دور الربع نهائي، الأخضر السعودي إلى دور الربع نهائي، ولا عزاء للمنتخب الإندونيسي. فارق التاريخ يثبت نفسه في هذه المباراة. سعد الحارثي يعوض كرة كوريا الجنوبية، يقول ما زلت في التألق ولا زال للإبداع بقية مع سعد الحارثي. رمية جربية من اليمين، كرة لصالح المنتخب السعودي على طول تلعب في اليسار لخارج أرض الملعب، رمية جانبية. إذن في هذه الأثناء سيداتي أنساتي سادتي أيها الإخوة الرياضيون العرب من الوطن العربي الكبير، بفرحة عارمة للاعب المنتخب السعودي، بفرحة سعودية نتمنها دائمة بإذن الله.